الحياة طول الوقت بتدينا عبر ودروس، والحاجات اللي ما بتتحلش بقوة وقانون بتتحل بالحب. وانتي جواك يا ايه طاقة حب لجوزك رغم اللي عمله معاكي، وطاقة حب لبناتك اللي خايفة عليهم من ضريبة الطلاق، وزي ما قلنا في حلقات كتير فاتت، سكة المأذون أقرب من سكة البرنامج وأقرب من سكة الطبيب النفسي. ولو عندك نية للطلاق كنتيش بعتلنا ولا فتحتي قلبك عشان نحاول نساعدك. انتي بتدوري على حل، يبقى لسه باقية ولسه بتحبي. خلي طاقة الحب دي هي اللي تشوفي بيها جوزك اللي جواكي. بالحب هتقدري تخليه يحس بيكي ويرجع حنين معاكي. فكريه انه ابن خالتك وانكوا بتحبوا بعض من زمان. فكريه دايما انك دمه ولحمه وانك اكتر واحدة ممكن تخافي عليه. وخدي بالك في رجالة كتير ما بتعرفش تقول كلام حلو، ودي مشكلتنا هنا في قصة حقيقية. يا اخي ما تقول كلام حلو يا اخي، بس مش معنى كده انهم ما بيحبوش، ممكن يكون هو واحد منهم. طب سمعتي معانا كلام الدكتور في الفقرة اللي فاتت، ما تعملي بنصايحه. وانت يا جوز آية يا ابو البنات، دي قريبتك وبنت خالتك ومراتك وحبيبتك وام بناتك، وبعد وفاة امها وابوها ملاش حد غيرك، انت راجلها. طبعا ربنا يخلي لها اخواتها، بس انت اقرب ليها من اخواتها. وبينكم حورية وخديجة، قولي كده في ايه في الموبايل ممكن يكون شغلك عنهم، والوقت اللي بتضيعه على قعدة الموبايل والخروج مع أصحابك والسفر معاهم، طب بذمتك مش هم أولى بيه؟ كل لحظة بتقضيها بعيد عنهم هم أولى بيها. بكرة تلاقيهم كبروا بسرعة، وكل واحدة هتبقى مشغولة في حياتها وهتنساك، أو تقولك أنا مش فاضية زي ما أنت كنت بتعمل، وأنت بقى هترجع تحن للأيام دي وتندم عليها. ومراتك اللي هي ظهرك وسندك، جيشك الوحيد، جالها المرض بسببك. مراتك دي ممكن تكون عكازك الوحيد لما تكبر وتتعب، زي ما بيقولوا جيشك الوحيد كمان مرة، وتكتشف ان كل اصحابك اللي بديتهم على مراتك وبناتك ادوك ظهرهم، وكل واحد فيهم انشغل عنك بحياته. ارجع عشان لو حصل لها حاجة هتبقى انت المسؤول. الحب اللي انت مش عايز تعبر عنه، ومش هقول اللي مش موجود عندك، مش هينفع، بس الحب ده هو سفينة النجاة الوحيدة وقت ما بتقوم العواصف وتكتر المشاكل. الحب هو سفينة نوح كل عصر، واللي بيعند وبياخده الكبر مش هيفوق غير وهو بيغرق. نفسي أعرف ليه رجالة ما بتقولش كلام حلو بجد، يعني بنقعد نسأل نفسنا كده، طب ما أنت كنت بتقول يا أخويا وقت الخطوبة، إيه اللي جرى لك في الجواز؟ يقول لك لا خلاص ما أنا قلت لك زمان، طب ما تقول لي تاني هيجرى لك إيه؟ وتقعد تستغرب هي ليه عصبية ومتشنجة دايما ومتعفرطة. تعرف لو قلت كلام حلو احنا بيضحك علينا قوي وبنيجي بودنا، قول كلمتين حلوين تجيلك جري. فن اختيار الكلمات، بطل تقعد تنتقد في كل حاجة. بعدين انت مالك انت بنظافة البيت وفي الحاجة؟ انت مالك قاعد ماشي عمال، يعني اعرف رجالة كده تحط ايديها على التراب يبصلها، ايوه عايز ايه؟ مسحناه في هدومك؟ ما هو موجود عشان مستنيين البنت تيجي تنظف، او انا مش قادرة انظف النهارده. تبقى بايخه قوي والله العظيم. وعلى فكره بنقعد نعمل اعداد زي ما انتوا بتعملوا كده، بنقعد نضحك عليكم، مش هقول لكم اكتر من كده. ايه بتحبيه قوي وباقيه عليه قوي وبديتيه على الناس كلها، مستنيه منك رساله تعرفيني فيها عملتي ايه مع جوزك، وعايزه اسالكم سؤال يا ريت تجاوبوني عليه على كل صفحاتنا على السوشيال ميديا، لو كانت انستغرام، لو كان تويتر، لو كان حتى الفيسبوك. لو انتوا مكان ايه هتعملوا ايه؟ وجوزك بيقولك كلام حلو ولا لا؟ وانت بتتكسف تقول كلام حلو ولا خلاص بقى كبرنا على الكلام الحلو وراح اوانه؟